طيب ماذا ورد في القرآن الكريم من حث على حق الجار؟ قل الله سبحانه والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب الجنب. الجار ذي القربة هو ذو نسب، نعم، والجار الجنوب هو الذي ليس بينك وبين نسب إنما حق الجوار. نعم. طيب فالله سبحانه وصى بنا أن نعرف لهؤلاء الحقوق، وأن نصلهم وأن نحسن إليهم بغض النظر عن صفاتهم وعن دياناتهم وعن كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من جار السوء في دار المقامة، وهو الذي يقيم ما يرحل. طيب فلهذا نقول الجار القريب الله سبحانه أثنى عليه. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا في السنة، قال لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعل له نصيب في ميراثي. مثل ما الأولاد يأخذون ميراث، جاري يأخذ من كثرة ما أوصى الله عز وجل عن طريق جبريل بالحسن إلى الجار. نعم، فلهذا هذا حديث عظيم. نقول نعيد مرة ثانية للأخوة والأخوات والمشاهدين والمشاهدات، نقول يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال جبريل يوصيني، يعني مستمرار جبريل دائما، يا محمد جارك، يا محمد جيرانك، يا محمد كذا عليه الصلاة والسلام. يقول لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت، أصبح يقين في قلبي أن الجار راح يقسم له الله سبحانه وتعالى وينزل فيه آية قرآنية أنا لا حق الميراث. الآن سبحان الله العظيم أكثر الناس عن هذا الحديث هم غافلون. نعم. طيب إذا كان الجيران غير مسلمين، يعني هذه يعني تذكرتها بسرعة لكن نريد التركيز عليها. الآن العمران توسع، وأي دولة الكويت كنموذج قد يكون بالفريج الواحد مسلم وغير مسلم، صحيح، يعمل في شركة، يعمل في الدفاع، يعمل في الجيش، يعني غير المسلمين اختاروا هذا السكن وصاروا جوارك. ما هي خلق المسلم مع جيرانه غير المسلمين إذا كانوا من دين غير الإسلام؟ خلقهم كخلق النبي عليه الصلاة والسلام، ما أقول أن هذا على غير ملتي فأهجره وأعاديه وأتربص فيه، أو أن لا قدر الله يعني أستبيح ماله أو أستبيح عرضه. طيب لا، هذا لا حق الجوار. طيب قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. يعني إذا كان جيرانك ما يؤمنون شرك فأنت ليس لك مقام عند الله سبحانه وتعالى. لهذا أحسن الجيران عند الله أكثرهم إحسانا لجاره، كما قال عليه الصلاة والسلام من الحديث. والمرأة التي أيضا جاء في الحديث أن المرأة تصوم النهار وتقوم الليل ولكن تؤذي جيرانها، قال لا خير فيها، هي من أهل النار. حكم عليها عليه الصلاة والسلام. المرأة التي لا تقوم الليل ولا تصوم النهار ولكن تحسن الجار، قال هي من أهل الجنة. فلهذا نقول أن حقوق الجار بغض النظر سواء مسلم أو غير مسلم، على ملتك على غير ملتك، الأصل أن له حق الجوار، تحسن إليه وتغض بصرك عن مساوئه. طيب